على التليفون تعقيبا وتعليقا على هذه الزيارة الصديق والزميل القديم، صديق قديم جدا 22 سنة دلوقتي في مثل هذا اليوم، يبقوا 22 سنة يا أستاذ ماضي. يا أهلا وسهلا، يسعد مساك. إزاي؟ سعيد، كبرتنا زيادة على اللزوم. ما احنا كبار في السن بس احنا يعني شبان في الروح. الحمد لله، سعيد بوجودي على شاشة التلفزيون المصري، سعيد بإطلالتي على الجمهور المصري، سعيد بوجودي معك شخصيا، وسعيد بالتعليق على هذا الحدث المهم. اعتبره كمواطن كويتي، مواطن عربي، زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت اليوم. طبعا ليست الزيارة الأولى، وانت تذكر يعني تصادفنا في زيارات سابقة. صحيح. هذه الزيارة تأتي طبعا بالتأكيد تعزيزا لكل تلك العلاقات والأواصر والمحبة عفوا بين الشعبين والحكومتين والقيادتين. هناك الكثير من الروابط التي تربط بين الكويت ومصر، روابط إنسانية ورابط اجتماعية ورابط اقتصادية ورابط سياسية وثقافية وإعلامية وكثير من الأمور. فمثل هذه الزيارات بالتأكيد يعني تسعدنا احنا كشعب في الكويت، مثل ما وجدت وانا حاليا يعني حدثك من مصر، وجدت يعني الترحيب في الإعلام المصري وفي الصحافة المصرية وفي وسائل المصرية المختلفة. فبكل تأكيد هذا يعني هذه الأمور وهذه الزيارات لها أبعاد مهمة. ناهيك عن البعد الحقيقي وراء مثل هذه الزيارات، والذي يتم من خلال لقاء القيادتين في البلدين يعني الشقيقين، وتبادل الاتفاقيات وتبادل الدعم والمساندة والاتفاقيات على الكثير من المشاريع المهمة والملهمة في المستقبل. فبالتأكيد يعني هناك أبعاد كثيرة مثل ما تعلم مثل هذه الزيارة، وهنالك نواحي كثيرة تسعد الشعوب وتسعد المنطقة ككل. صحيح. ودي أنا أضيف بس على الدور المهم اللي أنت تفضلت فيه، الدور المصري اليوم المهم. اليوم مصر لا تمثل الشعب المصري، القيادة المصرية ليست فقط تركز على يعني ما نشهده إحنا كيعني زائرين لمصر من رخاء ومن كثر يعني النمو والتنمية التي يعني نشهدها. صراحة في كل زيارة لمصر نجد مشاريع جبارة، نجد طرق، نجد بنيان، نجد غير الأشياء الظاهرة، غير الحجر، نجد التنمية البشرية الفاعلة. كثير من الشباب، وانت تعلم انا يعني بلف واروح وازور والتقي بالجامعات مع الطلبة والطالبات، قاعد اشوف جيل صراحة مشرف، جيل نفتخر فيه كعرب، جيل ملهم، جيل يعني واعد في المستقبل. هذا بالتأكيد يعني يحتاج مثل هذه الفرص والإمكانيات التي تسخر له والتي فعلا يستحقها الشعب المصري ويستحقها المستقبل في مصر. فهذه أمور بكل تأكيد يعني تسعدنا ونفتخر فيها، ورائها طبعا رجل يعني كبير، رجل ملهم، رجل يعمل ليل نهار مثل ما يعني نراه ونتابع من أجل استقرار هذا البلد وبالتالي استقرار المنطقة والحرص على يعني الاستقرار في المنطقة العربية ككل. صحيح 100%. يمكن أنا أحب برضو أدي لمحة كده للمشاهد عن الكاتب والإعلامي الكويتي ماضي الخميس، اللي هو تحس يعني إحنا أول مرة تقابلنا كنا في هلا فبراير سنة 2000. صحيح. وتحس دائما في هذا الرجل المحترم والصديق العزيز أنه قلبه مقسوم بين مصر والكويت وعقله وروحه. وبالمناسبة في كثير من أبناء القاهرة في وسط البلد تحديدا ما يعرفوش ان الاستاذ ماضي كويتي، بيتعاملوا معاه باعتباره رجل مصري، ما يعرفوش خالص عشان بيتكلم مصري احسن مني يعني. بالعكس والله شيء نفتخر. انا اقول لك يعني يعني مصر بالنسبه لي لها افضال كثيره على المستوى الشخصي، من تعليم، من رياده، من تعليم، مو بس التعليم في الشهادات اللي اخذتها، التعليم حتى في فنون الحياه المختلفه، التعليم في الصحافه، وانت تعلم انا عملت في الصحافة المصرية وتأهلت في الصحافة وفي الإعلام المصري، ولي صداقات مع أغلب يعني المجاميع الفكرية والثقافية. مزبوط. وهذا شيء يعني يفيدني، وأنا دائما أقول لأبنائي أيضا يعني أن فضل هذه البلد ليس كونها جمالها وتستمتع في الجماليات، هنالك شيء أعمق
شيء في العمق المصري هو الملهم، هو اللي يعطيك هذه الطاقة الإيجابية. وشوف رغم ما مرت في مصر من ظروف، مو الآن في السنوات هذه، من 7000 سنة بالتأكيد كانت هناك أيام صعبة وأيام قاسية، ولكن هذا البلد تتجاوز كل تلك المحن وتخرج وتعود أكثر صلابة وأكثر شدة، مثل ما عشنا الآن. أنا أعتقد الآن يعني نعيش فترة ازدهار وفترة رخاء وفترة نمو في المستقبل. صدقني أنا مهتم جدا في فكرة الأجيال وفكرة التعليم وفكرة التنمية البشرية. وجدت هناك يعني، وقاعد ألف يعني خاصة اليوم في الجامعات، وجدت هناك كثير من الطاقات الشبابية الحيوية الفاعلة اللي ما لها توجيه، يعني مش الدولة وجهته تعال، لا هو بنفسه قاعد ينمو مع هذا الحراك المتكامل. بالتأكيد لما أشوف أنا شاب وأشوف رئيس يعني أكبر دولة عربية يعمل يعقد ملتقى أو مؤتمر للشباب في السنة أكثر من مؤتمر ويحضر ويتحاور معاهم ويستمع، هذا أكيد يعطي دافع. فإن شاء الله يعني نتمنى كل الخير لمصر وقيادتها، وأرجع وأقول على تعزيز العلاقات الكويتية المصرية. هذه علاقات راسخة لا يعني لا تؤثر عليها أقاويل هنا ولا أفعال هناك، لا تؤثر عليها أي أمور جانبية، هي يعني ضاربة في عمق التاريخ. هنالك مودة ومحبة وتراحم بين الشعبين، هنالك تنسيق كبير بين القيادتين. وإن شاء الله يعني أنا أتوقع في الأيام المقبلة راح تشهد مزيد من التعاون. يعني أنا اطلعت على تقارير اقتصادية، أكيد حضراتكم شفتوا أكثر مني عن مستوى النمو في الدول العربية ومستوى النمو اللي حققته مصر في الفترة الأخيرة. وأنا قبل يومين قريت تقرير عن الدول التي شهدت نمو خلال فترة كورونا، جاءت مصر في رقم واحد في مستوى الدول العربية من الدول التي شهدت نمو خلال فترة كورونا اللي الأغلب تراجع. فهذه كلها مؤشرات إيجابية نفتخر فيها حقيقة. فإن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح، وجميعا نفرح بكل أي نجاح يتحقق بإذن الله. بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 زميلا وصديقا الكاتب الصحفي والإعلامي الكويتي ماضي الخميس.